بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشوف كده مع بعض إزاي أظبط الدخل والخارج الأنالوج للوحدة السي في 100. طبعا السي في 100 الموديل الجديد من كينكو فيه أوبشنز يعني تخليه يعني اختيار مناسب كتير من التطبيقات. منها أول حاجة إن هو التحكم في البارامترز عن طريق البلوتوث، وده بيسهل الاوبريتور ان هو يتحكم فيه او يعدل البارامترز بدون ما يعمل، لو كان الانفرتر في مكان صعب الوصول اليه او كده، فعن طريق البلوتوث. وبرامج الخاصه بيه على الموبايل اب، موبايل ابلكيشن موجود على موقع كينكو. الحاجه الثانيه اوبشن التاني ان انا ممكن اتحكم في نوع البارامترز، نوع الاشاره السيجنال اللي هي انالوج انبوت او انالوج اوتبوت عن طريق بارامترز، دون الحاجه ان انا استخدم جامبر او افك الغطاء بتاع الانفرتر عشان اغير من جهد التيار. اول حاجه هناخد فكره عن ايه هي اشاره الدخل مثلا، او بعمل بيها ايه. اشاره الدخل ديت بتبقى يا جهد التيار، لو كانت جهد منزله 10 فولت، ولو كانت التيار منزله 20 ملي او 24 ملي امبير، بستخدمها في ان انا اتحكم في سرعه الانفرتر. لو انت استخدم اوبشن في البارامتر اللي هو A002، البارامتر اللي هو A002 اهو، في اوبشن انا ممكن عن طريق اشاره انالوج اتحكم في السرعه اللي هو مين ريفرنس فريكوانسي سيلكتور، اما ان انا عن طريق اخد 10 فولت من الانفرتر واوصل مقاومه بوتنشيومتر خارجي، او عن طريق ان انا اخد منزله 10 فولت من كنترولر او بي ال سي، او منزله 20 مللي برضو لو كان كنترولر زي الحاله اللي احنا هنجربها دلوقتي. يبقى انا كده بتحكم، باخد فائده الاشاره الانالوج انبوت ان انا بتحكم نوع من الاوبشنز ان انا اتحكم في سرعه الانفرتر عن طريق الاشاره الانالوج. الانالوج اوتبوت هي اشاره باخدها من الانفرتر، بتبقى انديكيشن لسرعه او تيار او تردد او تورك. ممكن اخدها اعمل بيها فيدباك على كنترولر، ممكن اعرضها على المبين او اديها المبين مثلا، او كاونتر بتبقى من 0 ل 20 ملي امبير او من 0 ل 10 فولت. هتحكم في الاشارات دي ازاي ونوعها؟ الاشارات ديت اولا ده مكانهم على الكنترول تيرمينال، ومكانهم في الوايرنج بتاع الانفرتر. هتحكم فيهم عن طريق بارامتر بيجمع كل الانالوج انبوت والاوتبوت مع بعض اسمه A6051 او AIO تيرمينال سيتنج، اللي هو 6051. وده عباره عن اربع خانات، الديفولت بتاعهم زيرو، كل خانه بتمثل ديجيتال انبوت او اوتبوت زي ما احنا شايفين. الخانه الاولانيه الاحاد، الثانيه العشرات، الثالثه المئات، الرابعه الالوف. اول خانه بتمثل الانالوج انبوت 1، الثانيه انالوج انبوت 2، الثالثه انالوج اوتبوت 1، الرابعه انالوج اوتبوت 2. عن طريق التحكم في القيم ديت اقدر ان انا اتحكم في اذا كان عايز اخد جهد او تيار، او اخلي الاشاره دي جهد او تيار. زيرو يمثل جهد، واحد بيمثل تيار. معانا كود في البي ال سي يعني كتست للانالوج انبوت، الانالوج اوتبوت والانالوج انبوت. لو عايز اعمل تست الانالوج اوتبوت هاخد منه اشاره واعتبرها انبوت، انالوج انبوت لوحده بي ال سي، اللي احنا طبعا نختارها يكون فيها انالوج انبوت وانالوج اوتبوت. هظبط الانالوج انبوت على فولت، يبقى انا كده المفروض اخد من الانفرتر فولت واعمل داونلود منساش ان انا اظبط ال 651 واخليها زيرو الانالوج يعني الاوتبوت اللي هي خانة المئات. هعمل مونيتور طبعا الهاردوير على الفولت زي ما احنا شايفين، هعمل مونيتور طبعا ده بيديني كده اجزاء صغيره من الملي فولت، لان طبعا عندي كل واحد فولت بيكافئ 1000 ديجيت. هعمل ران، انا كده المفروض على 15 هرتز
لو قلنا على 10 هرتز يعني خمس القيمة، فالمفروض يدينا حوالي 2 فولت يعني 2000. لو على 25 هرتز المفروض يديني حوالي 5000 يعني 5 فولت. على 50 هرتز المفروض يديني 10 10000 اللي هم 10 فولت كمان كده. اتأكدت ان هو بيطلع 0.10 فولت. طب لو عايز اتأكد الامبير، الامبير بتاعي عندي في الهاردوير، في الهاردوير اخليه الانالوج اوتبوت، انالوج انبوت اخليه من 0 ل 20 ملي. وما انساش ان انا طبعا اعمل داونلود، وما انساش في الهاردوير في البي ال سي ان انا احط شورت، اعمل شورت بين الطرفين اللي هما في حاله يكون اشاره الدخل للتيار اللي هو اي بلس والار اي. منساش ان انا اعدل البارامتر بتاعي، اخلي الخانه الثالثه اللي هي خانه الميات 1 عشان يديني يبقى خارج كارنت. بقول له ميتور. طبعا عندنا كل ملي فولت بيكفي 1000، ودي اجزاء صغيره جدا من الملي فولت. فلو عملت ران انا كده عندي 14 هرتز. طيب لو كانت 25 هرتز يبقى انا كده عندي تقريبا حوالي 10000 ملي امبير، 10000 اسف اللي هي بتكافئ 10 ملي امبير. طبعا 50 هرتز هيبقى عندي 20000 اللي هي بتكافئ ال 20 ملي امبير. طب عايز اجرب اعمل تيست على الانبوت. لو عملت تيست على الانبوت اللي راح للدرايف، انا هطلع من البي ال سي انالوج اوتبوت. في الحالة دي هظبط الانالوج اوتبوت الخاص بي ال سي ان هو طلع لي مثلا وليكن فولت 0.10 فولت، واظبط واعمل داونلود طبعا، واظبط البارامتر بتاعي اللي هو 51 ان انا اخلي الانبوت بتاعي فولت. ما انساش ان انا برضو هعدي في البارامتر اللي هو A002 اخليه بقيمه بحيث التحكم يكون على الانبوت اللي انا اخترت 101. واعمل مونيتور. دلوقتي انا هدخل قيمة وليكن 1000، 1000 دي يعني 1 فولت، اداني هرتز القيمة 5 هرتز. طب هخلي القيمة دي وليكن 5000، اداني 25 هرتز. طب اخليها 10000 يعني 10 فولت، اداني 50 هرتز. كده كده هو قبل ان انا بقى ادخله انالوج انبوت فولت. طب اجرب بقى لو هدخله تيار، هخلي اخد الهاردوير هنا واقول له انا عايز الانالوج اوتبوت طلع لي تيار، اقول له داونلود. واجي هنا على الانبوت على البارامتر اللي هو اي 6 51 واخليه، اخلي اول خانه بواحد عشان هو انا الكيمبو بتعتبر عن تيار. واقول له مونيتور. انا دخلت 5000، اداني حوالي 12.5 امبير لو ربع الهرتز يعني. طب لو اديته 10000 اداني 25 هرتز. طب اديته 20000 اللي هو بيكفي 20 ملي امبير، لقيته اداني 50 هرتز وكده.
قدرنا نتأكد من خارج ودخل البي لسيدي أنالوج. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.